أخبار اليوم. باسم المؤسسة أخبار اليوم، باسم الأستاذ ياسر رزق رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير مديرية الأخبار، نرحب بأحد نجوم مصر ليس فقط في الرياضة ولكنه على الإطلاق هو نجم محبوب، يعني كل الناس بتقدره وبتحترمه وأيضا بتشفق عليه في المهمة الصعبة اللي قبلها وتحملها من أجل مصر. هو رجل معروف بأنه يعني قد إيه عرق في فانيلة مصر وضحى وأصيب وتألم وأيضا فرح بالانتصارات اللي بتحمل اسم مصر. فإحنا بنرحب بالكابتن شوقي غريب. أنا سعيد بوجودي هنا في دار أخبار اليوم، الصالح الكبير العملاق دار الأخبار اللي دايما طول عمرنا واحنا بنلعب واحنا بنتفرج واحنا بنشجع، كان لها دور قيادي ودور رائد في الصحافة المصرية، ويمكن لما بنيجي نشوف الصور اللي موجودة والشخصيات اللي موجودة واللي تولى المهمة الجريدة العملاقة دي والكبيرة العملاقة طبعا، يعني لما نيجي نقول ونختم دلوقتي الأستاذ ياسر رزق العمالقة اللي قوم على الجريدة وقوم على الصرح الكبير ده وأنشأوا المكان اللي كلنا بنفتخر بيه كمصريين، وأنشأوا رياضة فعلا يعني أو أنشأوا صحافة فعلية، صحافة في كل المجالات في كل شيء من المفردات من كل حاجة. هل أنت متفائل بال المرحلة القادمة أم لا؟ يعني بسم الله الرحمن، طبعا لو جيت اتكلمت على ان انا راضي عن المرحلة اللي انا بدأتها لغاية من اول ما توليت المهمة، يعني بالظبط انا المهمة اللي توليتها كانت فيها كل اللي عندنا اربع مباريات رسمية، الاربع مباريات رسمية كسبنا مباراتين وخسرنا مباراتين، كان عندنا مباريات ودية اربع مباريات ودية كسبنا مباراتين وتغلبنا مباراة وتعادلنا مباراة، دول عدد المباريات اللي اتيحت للمنتخب خلال عام كامل. طبعا عندنا ظروف كتيره كانت بتساعدنا او ظروف كتيره كانت ضدنا او ظروف كتيره ما كانتش مساعده ان احنا موجودين. انا لما جيت دايما الناس لما بتيجي تقيم شوقي غريب بتقيم شوقي غريب بالانجازات اللي حصلت 2008 و2010 و2006 وانجاز الشباب والانجازات دي كلها. لكن انا لما جيت توليت المهمه دي العمل في المنتخبات الكبيره او الفريق الاول بيختلف كتير عن العمل في اي مراحل ثانيه، او العمل كرجل الاول بيختلف كتير برضه كان العمل كرجل ثاني. لكن لما باجي افكر فيها لما توليت انا المهمه في 2000 دلوقتي في اول ما توليت المهمه والمسؤوليه كان ما كانش عندي رصيد للمنتخب موجود، يعني المنتخب ما كانش في كاس العالم ولا وصل كاس العالم خالص خرج، بل كان عندنا مشكلة بتاعت مباراة غانا ودي سايبة أثر والنتيجة العالية اللي كانت موجودة فيها. لما تأهل بطولة أفريقيا 2013 وخرجنا من أفريقيا الوسطى ودي أحد الفرق اللي هي مش مصنفة خالص. الحاجة اللي قبلها خرجنا من برضه من تصفيات بطولة أفريقيا في مجموعة كان فيها النيجر وكان فيها سيراليون، يعني أنا اللي عايز أقوله إن ما كانش مصر من 2011 لغاية 2013 أو لغاية ما أنا توليت المهمة من بعد 2010 وهي ما زالت هي رائدة الكرة الأفريقية، بل الأكثر واللي زود الموضوع صعوبة وحاجات إن إحنا ما كناش في التصنيف الأول نهائي ولا في التصنيف الثاني، يعني إحنا مثلا لما تيجي تشوف التصنيف اللي كان موجود لو خمس دول وخمس دول وخمس دول، إحنا كان ترتيبنا ساعتها 13 في أفريقيا. يعني إحنا في الوقت اللي أنا توليت فيه المهمة كان ترتيب مصر هو 13 في أفريقيا. فبتحكم عليك القرعة إن أنت لازم بتقع مع الفرق في المستوى الأعلى منك. او المستوى الاكبر مني ممكن المستوى الاعلى مني في نفس التوقيت مش المستوى الاعلى مني على طول. احنا وصلنا للترتيب بتاع الرينكينج بتاع الاتحاد الدولي لل 75 على العالم، يعني كنا وصلنا للرقم كده. احنا بعد ما خسرنا ماتشين وخسرنا ماتشين احنا دلوقتي ترتيبنا 38 على العالم، من الممكن حد يقول ما احنا كنا قبل كده التاسع العالم، ما احنا كنا التاسع العالم لما كسبنا 2006 وكسبنا 2008 وكسبنا 2010 واشتركنا في كاس العالم للقارات وكسبنا ايطاليا بطل العالم ونتيجتنا مع البرازيل، فده اللي عامل الرينكينج بتاعنا اللي في الوقت ده كده. لكن في الوقت الحالي احنا ترتيبنا 38، انا في وقت من الاوقات
قبل كده كان ترتيبنا في الفترة دي كان 75، يعني أنا شايف إن في تحسن موجود، بل كان عندنا حاجة وفعلا أنا بقولها ومدين نصمم عليها. لما جيت استلمت الفريق 80% أو 90% من العناصر الأساسية بتوع الفريق اللي حاولوا البطولات كلها والإنجازات كلهم بطلوا، فبنضطر إن أنا بعمل تيم جديد. أنا بعمل تيم جديد مش بعمله يعني، أنا عايز أقول إيه، أنا مش بعمله بمزاجي، ده أنا مجبر إن أنا لازم أعمله، مجبر إن أنا لازم أنقي العناصر الكويسة، العناصر الصغيرة في السن، العناصر اللي هتقدر تلعب بمصر سنة واثنين وثلاثة وأربعة وتلعب ل 2018 وتلعب ل 2022، لأن أنا عندي منتخب مصر دلوقتي فيه لعيبة أعمارها ما بين 21 سنة وال 22 سنة وال 23 سنة. لو هنديله الوقت الزمن بتاعه اللي يلعب لغاية سن حتى ال 30 يبقى قدامه بطولتين كأس عالم يقدر يشارك فيه. ده الأساس اللي إحنا موجودين فيه. إذا كان الناس بتبص للمقارنة بخطوط المستوى لازم نلاحظ ان خروج الفرق المصريه كلها من البطولات الافريقيه ده ليه تاثير كبير. تحول النادي الاهلي اللي دايما كان بيشارك كاس العالم ويشارك البطولات الافريقيه ويشارك بطل افريقيا من البطوله الاكبر والاقوى واللي اهتمام اللي هي بطوله ابطال الدوري الى ابطال الكؤوس، برضه تحول. التحول ده تحول في المستوى بتاع اللعيبه، عمليه تجديد الفرق زي يعني انا عايز اقول ايه، تجديد دماء اللعيبه في الفرق اللي بتعتمد عليها على المنتخبات مؤثر في الترتيب، مؤثر في حاجه. ممكن انتم شايفين الجدول بتاع الدوري دلوقتي شكله ايه في العشر في الثمان اسابيع اللي بنبدا في الاسبوع الثامن معاهم، بتشوف في تذبذب في الفرق الاولى والفرق الثانيه، لسه ما فيش استقرار، يعني ما فيش استقرار، يعني ما حدش يقدر يتوقع دلوقتي يقول مين اللي فوق ومين اللي تحت، لان انا بعتبر الموسم ده اللي بدا ده هو الموسم الحقيقي اللي يرجع الكرة المصرية تاني لطبيعتها، ان يبقى عندي موسم فيه 38 اسبوع ومنتظم والمباريات بتلعب والمباريات بتتلعب كلها في توقيت واحد والمباريات بتبقى موجودة طوال الاسبوع والفرق تبقى موجودة ممكن تكون عندنا نواقص الناحية الجماهيرية ودي جاية بإذن الله، لكن الحال الطبيعي ان في مسابقة منتظمة، في مسابقة بتتهافت عليها القنوات، بتتهافت عليها الاعلام، وبتتهافت عليها السبونسر، وبتتهافت عليها كل حاجه، ناقصه الحاجه الجماهيريه بس، هي دي المسابقه اللي بتخرج. ولو انا برضه جبت قاعد أأكد الكلام ده هأكد خروج منتخب الشباب. ودي برضه في ظاهره لم تحدث، يعني انت لما تيجي منتخبات ناشئين، يمكن انا كنت عضو في المنتخب القادم الدكتور محمد علي، المرحوم الدكتور محمد علي، وفزنا ببطوله افريقيا للناشئين. يمكن كان في منتخب تاني برضه نفس الوضع، كابتن طه مصري، لا في سن المرحله تحت 17 سنه، يمكن في تاريخ مصر هم فرقتين او حاجه اللي ايه اللي هم عاملين حاجه، لكن في سن منتخب الشباب انا اتصور ان احنا دائما في كاس العالم. يعني انا لما تيجي تحسبها زي ما بنيجي نقول في الكبار البرازيل او المانيا او الدول دي دائما في كاس العالم، احنا برضه بنقول منتخب الشباب المصري دائما في كاس العالم. يعني لما انا كنت في جيل اللي هو 81 كان في كاس العالم، 83 كان في كاس العالم، 85 كان في كاس العالم، ما وصلناش 97 99 كان في كاس العالم، بعد 99 2001 كنا في كاس العالم، 2003 كنا في كاس العالم، بناخد بطولات افريقيا. لما تيجي تشوف على 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 المدى البعيد هتلاقي مرحله الشباب اللي بتتقلب الاولمبي الدفع الاول للفريق الاول. فلما نيجي نشوف ان احنا ما وصلناش يبقى لازم في حاجه حصلت للكره المصريه في الوقت ده. انا عارف ان انا جيت وجيت مدير فني لمنتخب مصر بتحمل مسؤوليه، بتحمل مسؤوليه كبيره، لكن يعني مش من ممكن اكون انا كل اللي حصل في الكره المصريه كله في السنين اللي فاتت دي كلها ابقى انا المسؤول عنه كله. فده الوضع اللي فيه ناس لما بتيجي تتعامل مع المنتخب او تتعامل مع شوقي بتتعامل من المنطلق ده، مش بتتعامل من المنطلق ان انا كمان في ارضيه صلبه زي يعني خلينا نكون صلح الكبير اللي موجود ده اوقات بيبقى فوق خالص واوقات بيبقى فيه فوق واوقات بيبقى حاجه. ودي يمكن الناس التسويقيين هنا ممكن بيلاحظوها ويشوفوها، ممكن يجي رئيس مجلس اداره يرفع المؤسسه لفوق بحاجات كتيره بيحتاج وقت. يعني احنا كدوله حتى لما حتى السيد الرئيس قال هنعمل قناه السويس، ان في ناس كتيره كانت وهي بتقول دخل حفار النهارده يحفر، هي احنا ناخد الايراد امتى؟ يعني في ناس بتتصور كده،
عايز بكره ياخد العائد، عايز العائد بكره. ما العائد هيجي ممكن ما يجيلناش احنا، ممكن يجي لاولادنا ويجي الناس اللي هتثبت مننا او يجي لقصارنا او يجي لكذا. فعشان كده احنا مصر بتمر بمرحله تجديد في كل شيء، منها كره القدم.